واحد بيقول كان الله يظهر لقديسيه في العهد القديم بصور عديدة، فكيف إذن رأى هؤلاء الله بينما الله لم يره أحد قط؟ أي إن الله بلاهوت، لأن اللاهوت لا يره. هو ظهور الله في العهد القديم كان ظهور الابن مش ظهور الاب. الاب قيل عنه لم يره احد قط، لكن الابن هو اللي ظهر في العهد القديم.